آخر صيحات ولي العهد محمد بن سلمان في سياسته المتماهية مع الغرب والبعيدة عن ثقافة المجتمع السعودي، توجه نحو عدم إغلاق المحال في أوقات الصلاة. صحيفة عقاد السعودية سلطت الضوء في تقرير نشرته حول وجود مصالح ومنافع في إبقاء المحال مفتوحة وتعمل عند دخول وقت الصلاة. عقاد نقلت عن الرئيس السابق لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة أحمد الغامدي أن ما جاء في لائحة الهيئة اجتهاد ليس مبنيا على نظام، مستشهدا بأن اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف تصدر من الرئيس العام للهيئة، مؤكدا أن المسألة في الجانب القانوني ليس لها نظام صادر، إضافة إلى أن نظام الهيئة الأساسي لا ينص على إغلاق المحال وقت الصلاة، في حين تنص اللائحة التنفيذية للنظام وتحديدا في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أنه لما كانت الصلاة هي عماد الدين يتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر والحوانيت وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها. عقاد استعانت في تقريرها أيضا برأي عضو النيابة العامة السابق المحامي نايف المنسي الذي أشار إلى أن إغلاق المحلات وقت الصلاة ينتج عنه مفاسد وحرج، مستشهدا بوضع الصيدليات ومحطات البنزين التي يحتاجها الناس وتقع فيها ضرورات مستمرة، ووضع النساء في الأسواق عندما يحين وقت الصلاة وتغلق المحلات ويضطررن للبقاء في الطرقات وعلى الأرصفة حتى ينتهي وقت الصلاة. وبينت الصحيفة السعودية ما أسمته ضرر غلق المحال وقت الصلاة من الناحية الاقتصادية، معتمدة على رأي رجل أعمال بارز لم تذكر اسمه. رجل أعمال بحسب الصحيفة اعتبر أن الدقائق والثواني مهمة جدا في إنتاجية الموظف، مشيرا إلى أن الإغلاق لا يشجع الاستثمار الأجنبي. وفي الوقت الذي كانت فيه القرارات السابقة تهتم بجانب من الترفيه، فإن موضوع فتح المحال التجارية وقت الصلاة الذي تطرقت إليه الصحيفة السعودية يمس جانب الدين الذي يعد من صلب مهمات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا يتساءل المراقبون إن كانت هيئة الأمر بالمعروف ستصمد في معركة التغيير التي تشهدها السعودية، لا سيما أن الترفيه والانفتاح يقف خلفهما ولي العهد محمد بن سلمان.